الليلة الناس لما فارقوا إلا من رحم الله درب النبي عليه الصلاة والسلام وخالفوا التوحيد ربنا زلانا العيشة بجنيه بعشرة يمكن تبقى العيشة بخمسمية جنيه نص مليون ممكن بالمناسبة ليه؟ لأنه ربنا قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا وحدوا ربنا تمام واتقوا ربنا تمام وتابعوا الرسول عليه الصلاة والسلام لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض تأكلوا من فوق وتأكلوا من تحت لكن وينه؟ وينه؟ ليه ما في؟ لأن يا جماعة تقوى بقت قليلة يا أخي ناس ناس يسجدوا للشيوخ مش أنتوا أنا مش بتكلم عنكم أنتوا أنا بتكلم عن الواقع عموما أنتوا إن شاء الله فيكم الخير وفيكم البركة إن شاء الله نحسبكم لكن أنا بتكلم عن الواقع السوداني الليلة ككل ودائر أنا وإنتوا نخط يدنا فوق بعض ونعالج الواقع ده إذا كان واحد يجي شيخ يجي يرقص حلة كاملة حلة كاملة يرقصها زي مايكل جاكسون شيخ عامل فيها ولي عامل فيها صالح لا هو ولي لا هو صالح لا عنده دين ذاته يقلع المركوب هسه لو داير أحضرك له أحضرك له يقلع وده موجود هنا موجود يقلع المركوب يميت يده للدرويش الدرويش يسجد تحت سجود في التراب يخد جبهته ونخرته في التراب للشيخ للشيخ والله الذي أو ده والله الذي لا إله غيره يخد جبهته في التراب للشيخ والدلمرين ويوقع الناس من الحيط من فوق والنسوان زغرتا ساحر زول ساحر عنده سحر شايل عصايه فيها سحر انت قال شنو زول شيطان شغال مع الشياطين تقول لي ولي في عصايه بتكهرب لها زول من بعد 100 متر ترميه اذا ما كان هو ساحر ومنافق ودجال والناس يرقصوا له ويقولوا ده ولي والنساوين زغرتا يا ناس ده ما دين ده ما دين وده سحره وده كفر بالله لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أتى كاهنا أو عرافا ديل هم الكهنة والعرافين أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بعدين يا جماعة رجالة بس الدين وريناكم له رجالة رجالة أنا ممكن أبرك ليلة راجل زي راجل عنده نخرة فيها قدتين وإضنينين وعيون ورموش وحواجبين زيك يا أخ واحد وبيمرض وبيبول وبغش الحمام وبيطلع وبعوضه واحده ممكن تنجم حنانه ذاته تقعد يا اخي يرقصك راجل تلقاه نصيح يا 5 متر وعلى الراجل 3.5 وسرواز لابس له غريب طاقه يرقصك واحد سافل زي ده سافل يرقص حله كلها ترقص واحدين ينطوا من فوق الحيطه من فوق الحيطه واحدين ينطوا من فوق حله كلها ترقص واحدين ينطوا من فوق الحيطه من فوق الحيطه وقاعدين نطوا من فوق السهريج يا جماعه ده دين ولا جمباز ده ما دين ولا كان دين النبي صلى الله عليه وسلم بالصوره دي ابدا 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 الدين هو ما قاله الله وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم والله الذي لا اله غيره الشلعة ملوش يخصوا فيها في الدين ده الله يسال منه يوم القيامه لانه ما في دين تعصر لك كرة عن شيخ الما مصدق وما اظن زول ما شاف الكلام ده لكن الما شاف هسه بوريه هسه عرفته؟ ما ممكن يا اخي دين الشيخ يتوضا ويغسل كرعين والله يكرمك العفنه الوسخانه الجماعه يشيلوا المويه بالطشط يشربوا توت عفانه وساخه قله ادب يشربوها حقه الشيخ المره الما ابتلت المره الما ابتلت عرسوها 5 سنه ما ولدت يجي النسوان الحله ما بقيوا ثلاثة ما بقيوا ثلاثة ما بقيوا ثلاثة ما بقيوا ثلاثة الحل شنو؟ أرح لأبوك الشيخ وأبوك الشيخ ضارب دخن وما بيطلع في الشمس يودوا للمرأة يا ناس اتقوا الله خافوا من الله عز وجل عرفت كلامي؟ وده الرجالة 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 رجالة شفت الرجالة؟ أنا ما ممكن أسوي عملية زي دي خليك من إنه ربنا قال لك ما في زول بدي الجنة لا الشيخ ولا حبابته ذاته ربنا قال لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا بنات يعني ويهب لمن يشاء ذكور أولاد أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما ربنا ربنا شيخ ما بدي الجنة ما عنده حاجة الجنة عن ربنا الولد عن ربنا البيت عن ربنا الرزق عن ربنا المطر عن ربنا يا أخي شيخ الخنجر دكتوراه جامعة أم درمان الإسلامية رئيس كرسي الفتوى بكلية الطب بجامعة أم درمان الإسلامية
قال نحن في السودان بنمشي للشيوخ بندفع القروش، الشيوخ بنزلوا المطر، في ناس بدوا المطر، في ناس بدوا المطر. عجبك عجبك؟ قال كان ما عجبك افتح بلاغ في الشرطة، يلين فيك واحد يقول لك اسأل الله، اهب تسأل الله وبرضه ما بديك مطر. طيب شيخك ده وقت بنزل المطر زي الله واحد، محتاج له قروش، ليه بتدو قروش؟ زول فقير محتاج له قروش، ما قدر يدي روحه قروش، يدي الكرة الأرضية مطر؟ يا ناس كيف الكلام ده؟ بالعقل يستقيم كيف؟ ما في أحد بدي المطر. ربنا قال وهو الذي ينزل الغيث، الله 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 جل جلاله، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وربنا قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. البنزل من السماء المويه منه الله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا يمكن أبو جهل وأبو لهب يعلموا إنه بنزل المطر الله، وشيخ الصوفية الخنجر ده يقول بنزل المطر الشيخ بتاعنا، والناس لسه متابعينهم، وناس جهل يقول لك نبستوهم، والله ما نبزناهم، ده كلامه. أنا بقول لك ده كلامه، وده الكتاب القرآن الكريم، ودي السنة النبوية المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. ربنا قال في القرآن والرسول قال في السنة ما في أحد بدي المطر إلا الله، مش ادي المطر. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما في زول بيعرف المطر جاي بتين ذاته إلا الله. يعني الشيخ ده أبوك الشيخ وقت المطر نازل بتين ما يعرف كيف يديك، وقته ما بيعرفه يجي يديك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد أحد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، وما تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، إلى آخر الحديث صحيح البخاري. إذا كان الشيخ المطر بتين بيجي وقته بتين ما بيعرف، والله نتحداه ما يعرف. الليلة لافين وبعدين لافين في الحواشات، وبعدين قالوا بيجمعوا ما عندكم هنا في مناطق أخرى، قال الشيخ قال لهم جيبوا 50 شوال عيش عشان أنزل لكم المطر. يا ناس الشيخ ما قادر يدي نفسه عيش يديكم مطر؟ كذيب العقل كده. زول محتاج لعيش، محتاج، هو محتاج، فقير جعان شرفان ما عنده، كيف يديك مطر؟ لو كان بدي المطر من السماء ويقول للسماء نزل مطر ما كان قال لك جيب لي عيش، كان طلع العيش من الواطا، يا واطا طلع عيش، يا سماء نزل مطر واكل واكل الناس، صحيح ولا ما صحيح؟